وحول هذا الموضوع أكدت الأستاذة إيمان فيصل جناحي المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية أن النسخة الثانية الشاملة من البرنامج الوطني للانتخابات النيابية والبلدية درب 2 يتكون من 4 مراحل، والمرحلة الحالية هي الثانية بعد المرحلة الأولى والتمهيدية التي تمت في 2019. طبعا برنامج درب هو النسخة الثانية من البرنامج الوطني للانتخابات النيابية والبلدية، والذي تم تنفيذه النسخة الأولى بالتزامن مع انتخابات 2018. طبعا هو البرنامج موجه للراغبين في الترشح للانتخابات النيابية والبلدية، كذلك موجه لمدراء الحملات الانتخابية وأعضاء الفرق العاملة والإعلاميين والمراقبين والناخبين. برنامج درب طبعا هو برنامج توعوي تدريبي ندرب فيه المرشحين والفرق الانتخابية، وبشكل عام يعني كل اللي لهم اختصاص بهذه المرحلة. طبعا أيضا إعداد مرشح متميز في التعاطي الإيجابي مع العمل الانتخابي وإدارة الحملات الانتخابية أحد أهم أهداف البرنامج، وكذلك توعية وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات والمساهمة في صناعة القرار السياسي. برنامج درب يتكون من 4 مراحل، مرحلة تمهيدية واللي انتهينا منها في 2019، أما الآن إن شاء الله بتكون المرحلة الثانية وهي المرحلة الشاملة، وإن شاء الله بنبتديها في شهر نوفمبر إلى نهاية ديسمبر.